السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات شاف نور الدين كوكيك. بالنسبه للحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال واحد الطاجين، طاجين بالكبسه ديال اللحم. كاين شي واحد الطاجين رائع رائع رائع، وان شاء الله تتبعوا مراحل. ودابا على بركه الله غادي نبداو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نذكروها هي المقادير. بالنسبه للمقادير على بركه الله غادي نحتاجوا التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا التحميره او البابريكا، غادي نحتاجوا البزار او الفلفل الاسود، غادي نحتاجوا الكمون، غادي نحتاجو الكركم، وغادي نحتاجو بصلة كبيرة مشلة رقيق، غادي نحتاجو شوية ديال الملحة، نص كيلو ديال الكفتة. بالنسبة للكفتة على حسب العائلة، يعني يمكن لكم تزيدو أو لا تنقصو. غادي نحتاجو 3 الحبات ديال الطماطم اللي محكوكين، وغادي نحتاجو شوية الزيت النباتية، غادي نحتاجو شوية ديال القزبور اللي مقطع صغير، غادي نحتاجو الزيتون. بالنسبة للزيتون انا استعملت الزيتون اخضر، يمكن لكم تستعملوا اي زيتون عندكم في الثلاجة ديالكم. ودابا بركة الله غادي نبداو الطريقة ديال التحضير. بالنسبة للطريقة ديال التحضير، اول حاجة غادي نديروها هي غادي نتبلو الكفتة ديالنا. بالنسبة للتتبيلة ديال الكفتة، غادي نتبلو الكفتة ديالنا بشوية ديال التوابل. غادي نديرو الملحة، غادي نديرو الخرقوم، شويه شويه من الحاجه من العطريه، وغادي نديرو شويه ديال التحميره، غير شويه راس معلقه، شويه ديال البزار، ما نكتروش من العطريه لان غادي نزيدو باقي نديرو العطريه في لاصوص اللي غادي يطيب فيه الكفته هذه. غادي نزيدو شويه ديال القزبر، وغادي نزيدو شويه ديال البصله اللي مقطعه رقيق، وغادي نخلطو الكفته ديالنا مزيان تتجانس دوك المكونات والكفته وتخلط مزيان. بعد ما خلطنا الكفته ديالنا، نتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها كي كيجي كتجي بهذا الشكل هذا، غادي نخليوها على جنب. ودابا على بركه الله غادي نبداو نقادو لاصوص. بالنسبه للاصوص ديالنا، غادي نديرو طاجين فوق النار، غادي ندير شويه ديال الزيت النباتيه، غادي ندير البصله اللي بقات ليا، غادي نشحرها مزيان مع ديك الزيت دائما مع التحريك باش ما تلصقش لينا البصله في القاع ديال الطاجين وتحرق. غادي نبقاو نحركوها، غادي نخليها واحد المده ديال 5 دقائق تطيح البصله ديالنا، وان شاء الله نرجع باش نتموا الطريقه ديال التحضير. بعد ما طاحت البصله ديالنا، نتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها، غادي نزيد 3 حبات ديال الطماطم اللي محكوكين بهذا الشكل هذا، غادي نزيد التوابل، غادي نزيد التحميره او الكركم، عفوا الكركم، غادي نزيد البزار، الكمون، وغادي نزيد شويه ديال القزبر، كمية ديال القزبر اللي بقات عندي، وغادي نزيد الملح بهذا الشكل هذا. صافي، غادي نخلط المقادير، جميع المقادير في الطاجين ديالي. بعد ما تخلطت جميع المقادير في الطاجين ديالي، نتوما كما كتشوفوا على بركة الله، غادي نسد عليها الطاجين، غادي نحسب لها واحد 5 ديال الدقائق تتشحر مزيان، وان شاء الله نرجعوا باش نتموا الطريقة ديال التحضير. بالنسبة للكفتة ديالنا، نتوما كما كتشوفوا دابا على بركة الله غادي نكوروها. بالنسبه للكبار ديال الكفته، فراه كل واحد كيكور على حساب اللي بغى. انا ما كتعجبنيش تكون كره كبيره، وما كتعجبنيش تكون كره صغيره بزاف، لذلك كنديرها متوسطه باش كتجي هكاك باينه في الطاجين. غادي نكور الكميه ديال اللحم كامله اللي عندي. بعد ما كورت الكميه ديال اللحم كامله اللي عندي، نتوما كما كتشوفوا دابا على بركه الله غادي نستفها على لاصوص بهذا الشكل هذا. بعد ما تشحرات لاصوص ديالي، غادي نزيد عليها الكفته بهذا الشكل هذا، غادي نستف الكفته ديالي في الطاجين بهذا الشكل هذا حتى نملا الطاجين ديالي كامل. وكنستفوا الكفته ديالنا بهذا الشكل هذا كما قلت لكم، كندورو على الطاجين كامل حتى كنستفوها كامله في الطاجين.
غادي نستف الزيتون حتى هو الزيتون اخضر، غادي نستفوها بشكل عشوائي بهذا الشكل هذا. نستفو الزيتون بهذا الشكل هذا، يمكن لكم تستعملوا اي زيتون عندكم، ماشي ما كاين حتى مشكل. صافي، بعد ما استفنا الزيتون ديالنا دابا على بركة الله غادي نغطيو الطاجين ديالنا، غادي نحسبوا ليه 10 دقائق حتى يطيب، وان شاء الله نرجع باش نشوفوا النتيجة النهائية بحول الله. بعد ما خوتي واخواتي كيطيب الطاجين ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا. نتمنى تكون عجبتكم الحلقة ديال اليوم واستفدتوا منها. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. خليوا لي التعليقات ديالكم حول الوصفة، والى حلقة مقبلة بحول الله.